سطوان في نمات البحار في بحة الموال في نمات البحار في بحة الموال يروي عروق البشر بالخير والأمان. واللي بطل الزمن يسمع لحن يرسم خطا والناس وعيش رجع الصدى على المدى يا حديث والناس يا حديث والناس هذا البحر البحر اللي حضن وملعب الأولاد علمنا معنى الوصل واللي هو في الأصل يقرب الأحباب ويجمع الأصحاب يجمع الأصحاب. دار الزمان وكل وقت له دوره والناس بالانتظار كل وله دوره ومع كل دورة زمن تتغير الأحوال مهما قصر هالزمن مهما قصر هالزمن ومهما زمانك طال لازم يعود البعيد والوقت يرجع جديد والوقت يرجع جديد. واللي بطل الزمن يسمع لحن يرسم خطا والناس وعيش رجع الصدى على المدى يا حديث والناس يا حديث والناس. مبروك يا الغريب العريس جربت راي يخلص خلاص باقي بس يركبون الباب ويصير كنا قصر يا سهل. نعم عمي عاشو يا تعال. نعم عمي امر اقول لك سير يجيب لي فراش حال الغريب اللي جهزناه في البيت ان شاء الله. خلاص يلا ان شاء الله روح روح عايش هو عايش كلامك ورق انا مقبضيني عمي انا كنت شويه المهم اسمعني نعم شوف الغريب عاد قصروا معاه في شيء البر ان شاء الله اللي يبا سووه انت تؤمر اي ما صار غريب ده كلهم يخدموا اشوف انا ما حد يخدمني انا اشتغل اشتغل يلا اشتغل 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 ان شاء الله يا ولد العريش عجبك واللي في خاطرك وفي بالك قول لي اياه ما يردك غير لسانك انت الحين بين اهلك يا ولدي خير ان شاء الله يا عيال يا عيال لحقوا علينا شو لحقوا علينا لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم
وش علي عاد بعد هالبكي؟ قلبي تقطع على شوفك ام لولو وام بدر. الله يصبرهم على بلواهم. بعدين هذا امر الله، هو كلنا ضيوف على هالدنيا. ادري مو بوقته محمود، بس انا الحقيقه عزمت على السفر للسعوديه باكر. تامري بشيء؟ محتاج حق شيء؟ بغيتك سالم وان شاء الله ترد لنا بالسلامه. الله يسلمك. عاد لا وصيك، لا وصيك على نفسك بنت الناس وعلى جيراننا، لا تنسينهم. احنا ملنا غيرهم، الله لا يخلينا منهم ان شاء الله. الله يسلمك. عاد اظن ان عندك اللي يكفيك ويكفيهم، ولا تنسين ان افضلهم علينا واجد. من اول ما جينا هالديره وهم حاطيننا بعيونهم وعدينا منهم. لا تحاتي يا ابو حمود، بس انت ان شاء الله ترد لنا بالسلامه وسلم على الاهل. يا الله يا كريم، قولي ان شاء الله. إن شاء الله. أنا مالي في هالدنيا غيرك أنتي وبدر والود ودي، كان أسوي كل اللي تتمنونه. عسى الله يخليك لنا إن شاء الله. بس بس شنو؟ قول اللي بقلبك يا أم بدر. أنا خايفة عليك وقلبي ناقصني. الله يهداك يا أم بدر، أنا أول مرة أسافر، كل مرة أسافر وأرد لك. لا تحاتيني يا أم بدر، ما كل العافية إن شاء الله. حمد؟ لا لا ما أصدق، أنا في حلم ولا في علم؟ ألا بعلم يا حصة، بعلم. لا تغيب يا حمد، لا لا تروح ولا أعفيك، حتى لو كنت كذب لا تروح. لا تغيب يا حمد واللي يسلمك، لا تروح. أنا حمد ريلك، الله كتب له عمر ورجع لك. بدر قوم يا بدر، قوم شوف مني انا. يبا ابوك رد لنا يا بدر، ابوك رد لنا، ابوك رد لنا. يبا بسم الله عليك يا يبا، بسم الله عليك. نامي يا يبا نامي. يما أبوي وين؟ ما رد؟ برد يا بعد عمري، برد إن شاء الله برد. قطعتي قلبي يما، لا تسوين كذي.
كلهم عدوا إلا أبي. أبي وين؟ برد حبيبتي برد، بس انتي ناري. اللي أبي أعرفه شو اللي صار لك بالضبط؟ اللي صار يا حصة حكمة ربك، واللي له عمر يعيش ويشوف. والحمد لله، ألف الحمد لله اللي سخر لي عيال الحلال وانقذوني. الحمد لله على السلامة يا ولدي، رقيت وارتحت. شلونك الحين؟ الحمد لله. لا مبين عليك التعب للحين، الظاهر انك سبحت وايد واحنا خليناك ترقد علشان ترتاح. طال عمرك انا مرتاح، بس ودي اتحرك علشان اتنشط. يا افا والله عليك، خليك قوي، هاتوا له ماي. الله ردك لنا سالم يا ابو بدر. انا الله سبحانه وتعالى سلمني، لكن ما ادري عن باقي الربع، وراشد ومبارك ما تعنى. وصالح؟ صالح للاسف ما ادري عنه، حتى ناخذ سليمان هم ما ادري عنه. لا تحاتي ولا تحاتي، ناخذ سليمان وصل. ناخذ سليمان وصل. هلا هلا هلا. هلا فيك. هلا عمي ناخذ سليمان، شلونك؟ الله يسلمك. كيف حالك؟ الحمد لله على سلامتك. انت شلونك؟ الحمد لله بخير، عساك بخير. خطاكم ايش تسوي ان شاء الله؟ خطاك اللاش عميك. قول لي كل اللي صار، تعال اقعد وسولف لي عن كل اللي صار. حاضر. يا هلا باهل قطر، يا هلا ومرحبا، هذه الساعه المباركه يوم شفناكم. الله يحييك ويبجيك يا ناخذ فاضل. اليوم يا ناخذه فرحتنا فرحتين، يوم ان احنا شفناكم، ويوم ردت اخونا حمد وياكم بالسلامه. ترى انت والجماعه على الغداء معزومين عندي بالبيت. بيت العامر لو خذ فاضل، لا خلا ولا عدل، ما يحتاج تكلفون على روحكم. لا كلافة ولا تعب يا نوخذة، واللي سويتوه معانا مو بشوية، وحنا لي جناكم الدوحة تقومون فينا قومة. ترى أخونا حمد عزيز وغالي علينا، واللي سويتوه معاه مو بجليل. يا نوخذ فاضل، عليكم السلام. يا الله سبحانه وتعالى كتب حق أخوكم عمر جديد، واحنا ما سوينا الا الواجب. واحنا قد نسبه. جزاكم الله الف خير. المهم خلنا في الشغل. ما قلت لي كم تبي قيمه البضاعه؟ بعدين. وشلون بعدين يا نوخذ؟ يا ريال خل تنزل البضاعه وتدش المخازن، وبعدين ان شاء الله هم مختلفين. ايش علينا عجله؟ الحق حق يا نوخذه، وما هن خلاف. خوتنا شيء وهذه شيء ثاني. يا ابن الحلال ما بيننا خلاف. أدري ما هن خلاف، حنا ياما شرينا من بعض، لا كان بينا ورق ولا شهود. الثقة موجودة يا نوخذة، ورب العالمين هو الشاهد. علم نفسك. بس هالبضاعة لي فيها مراد. وش مرادك يا نوخذة فاضل؟ والله يا نوخذة عيسى، اللي يخفي عنك ما يخفي عن رب العالمين. أنا وكم واحد من أهل الديرة عزمنا إن احنا نشيل النوخذة سليمان عقب طبعة البوم. كفو والله عليكم، هذا الهقوة منكم. عاد قلنا كل واحد فينا بيساهم باللي يقدر عليه، ومن ناحيتي انا ابى احط هالبضاعه. عرفت مرادك، قول كذي من اول اشوفك بالازمه تبي تعرف السعر. زي قول لي عاد ايش الواجب اللي اسويه؟ اللي سويته ناخذ عيسى كفى ووفى. اللي سويته ناخذ فاضل اقل من الواجب، وخلني اكمل واجبي.
عمرك شو تخوز عن اخوك مريض؟ زي ابونا طوع. السلام عليكم. وعليكم السلام. هلا ولدي راشد، ايش حالك ابوي؟ الله يابك يا ابو زيد، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك، ايش حالك يا ام زيد؟ الحمد لله بالله يعافيك. ايش اخبار الولد؟ شوفت عينك من سافرت وهو على طيحته هذه. ابو زيد وين ساير؟ بعد وين ساير؟ بصير اشوف المطوع اقرا عليه، واذا ما فر خليه يسمع. رشود وين ساير؟ ساير ويا ابوي. عاشة؟ عواش؟ عمة يلا امي بسرعة، ابوك بيوصل، حنا ما مخلصين طباخنا. ان شاء الله امه. عقب ما تخلصين الغدا غرف الغدا للغريب. ان شاء الله امه. فيه الشفاء ان شاء الله. هاي ثاني مره يطيح علينا يا ابو علي. حالته صعيبه وعلاجه يحتاج وقت. اعتمادنا على الله ثم عليك يا ابو علي. والنعم بالله، انا بطوف عليك اليوم عشان اشوفه. لكن اعطوه اكل، اعطوه اكل. انه اخذ هلال ما مقصر معاي الحكيم. صحن رايح وصحن جاي. صحن جاي وصحن رايح. ما عندنا شغل غير هالغريب هذا هالكنا بحياتنا. عايش؟ نعم. بسنا من هذا الكلام. سهيل يلا انت وعايش وصلوا ابو علي. ان شاء الله. قوم ابو علي، قوم قوم ابو علي، قوم قوم قوم. قوم بعدي، خذ شنطتك بعدي. هات. أنا تعبتكم معايا ناخذها. لا تقول هذا الكلام يا ولدي. الله يعافيك إن شاء الله. سعيد تعال. خذ الغداء وودي للغريب وتعال بسرعة. تعال. قوة يا الغريب. قوة يا سعيد. انت تعرف اسمي وما تتذكر اسمك؟ تبى تاكل؟ لا لا لا، لازم تاكل. امي سوت لك طبخة وايد تعجبك. مشكور. فيك يا ابو بدر؟ ليش ما تاكل؟ مو عاجبك الاكل؟ السالفه يا ابو بدر مين سالفه اكل؟ لكن نفسي مسدوده عن الزاد. انا مثبته عليك من رجعت من هالسفره وانت سرحان وتفكر وكأنك مضيع شيء. اي والله على قولتك مضيع شيء، وشيء غالي غالي مو رخيص. أدري وحاسة فيك يا أبو بدر. تحاتي صالح. صالح أخو دنيا ودين، وهذا عشرة عمر معاه، ما كنا نتفارق لحظة. الله كريم يا أبو بدر، اللي ردك لنا سالم يرد لأهله سالم إن شاء الله. الله يسمع منك. يلا عاد تعوذ من إبليس وكلك لقمة، لا تهوجس. شلون تنزل لقمة يا أبو بدر وأنا ما أدري عن ياري؟ وين أرضه وين سماه؟ وما أدري عنها وداره. يا ابن الحلال أنت إنسان مؤمن، ما صدقنا أنك رجعت. تسوي بنفسك كذي؟ الله كريم إن شاء الله. زين لولوة وملولوة بتمون كذي هالشكل بدون والي؟ واليهم الله ثم إحنا، ولا تحاتيهم. أنا ومحمود مقصرين وياهم. جزاكم الله خير. المهم يا حصة ما وصيك. لا توصي حريص وكمل أكلك، ازهلهم. يلا يلا. تمر تمر تمر. حياكم حياكم. تمر تمر.
تمر تمر. أبو عمر، أنا بعتبر نفسي الكلام اللي سمعته هذا ما يعني، وأنا جايك الحين بنفسي وأبي أعرف شنو نهاية الحكي، شنو الخلاصة، إيش قلت؟ البضاعة اللي أنت طالبها شحيحة اليومين، واسمح لي. شحيحة؟ أبو عمر، ترى مو بس أنا أقول، الناس في الديرة كلها تعرف إن عندك بضاعة وخشة بالمستودعات عندك، تنطر لين يرتفع سعرها وبعدين تبيعها بغالي، صحيح ولا لا؟ يبا اللي يقول يقول، بضاعتي وأنا حر فيها، كيفي؟ هذا حكي يا أبو عمر؟ هذا حكي وما عندي غيره. يعني شلون الحين ما بتطلع البضاعه اللي عندك في المستودع وتعطيني منها ولا شلون؟ يبقى البضاعه هذه قدامك وغيرها ما في. زين على هواك، بس انا بقول لك كلمه قبل لا اروح، ترى اللي قاعد تسويه هذا حرام لا يرضي الله ولا رسوله، هذه يسمونها جشع وطمع يا عم ابو عمر. تمر 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 يا الله من جانا والله اسفرت وين ورد. الله يحييك ولد اخوي، ها طمني شو اخبار السوق وشو اخبار الشغل؟ تفضل. الحمد لله كل شيء بخير. زاد فضلك يا ولدي زاد فضلك. مشكور. الحقيقة يا ولدي بيضت الوجه، التمر اللي أرسلته للكويت وصل بوقته وحقه على بعد. مشكور يا عمي تربيتك. إيه. الله يرحمك يا أخوي عبد الرحمن، أشهد بالله إنك ما عملت يوم خلفك طلال. بسك يا عمي بسك، قاعد تمدحني ترى تنفخني تنفخني لين انبط مرة واحدة. يعلم الله يا ولدي لو عندي بنت ما تعداك قدها وقدود يا عمي. زين ما بك ترتبط مع احد، ترى غداك وعشاك وباتش الريوق بعد عندي. صبرك صبرك علي ولد اخوي، تبي تحجزني انت؟ كافي عليك العدد، تبي هلدي ينزل علي ما افتك من شرهم بعدين. زين عمي دامك تعرف الناس هالكثر تحبك، ليش ما تصفي شغلك في الكويت وتجي هني تقعد بين اهلك وناسك وتجابل شغلك؟ لا يا طلال، بعد هالعمر هذا كله تبين هد الكويت؟ بعد ما خليت لي ربع واهل وزباين عندي هناك، وهم بعد ابشرك نويت ان شاء الله اني افتح لي فرع في البحري. ما شاء الله عليك يا عم محمود، كل شيء جاهز عندك، كل سؤال له جواب. وانت بعد ما عليك قصور ود اخوي، قم قم معي ابيك شغله انا. يلا توكل على الله. حياك الله. يلا حياك الله. اسمع ولا تنسى البضاعة اللي وصيتك عليها وبالسعر اللي اتفقنا عليه. ان شاء الله يا ابو عمر. حياك الله. حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام. حيا الله ابو عوض. الله يحييك. شلونك؟ حياك الله. طمني عنك. الحمد لله. شو اخبارك؟ بخير بخير انا، شلونك انت؟ الحمد لله. شلون ام محمود؟ بخير الحمد لله، تسلم عليك. زين شو اخبار اهل الكويت؟ كلهم بخير ويسلمون عليك. ايه شو تشربون؟ شاي يا ولد؟ عم ابو عمر ما يخالف خلها مره ثانيه ان شاء الله، انا ويا عمي مشغولين عندنا شغله نخلصها وبعدين عمي يرجع. زين ترى عشاك الليله عندي في البيت يا ابو حمود. لا تكلف على روحك العديل، لا تكلف على روحك، محتاج ابوي. لا 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 كلافه ولا هم يحزنون، عديل وحبيب ما تبي تدش بيتي، تبي ام عمر تزعر علي 5 شهور و3 ايام. ما تهون عن طبعك ابو عمر، ابشر ولا يهمك، تم ان شاء الله، احنا نقدر على زعل ام عمر بعد. وانت يا طلال تعال الليله ويا عمك البيت. ان شاء الله يصير خير، ان شاء الله يصير خير. خير يا راشد شو بلك؟ اخويا مريض امو تباك.
ليش يا عقوب حينا؟ ليش؟ ليش سويت فيني كذي يا صالح؟ ليش؟ ليش يتمتلون وهي بعدها صغيرة؟ ليش؟ يما بدر اخذ اختك لا لا حول لك بسرعة. روحي ماما اخوك روحي. الله يهداك يا ملولة. حرام اللي قاعدة تسوينا هذا قدام البنت وحرام عليك نفسك. بدي تتعلمين الغيب. كلهم ردوا انه خذا رد وريلك حمد رد والبحارة ردوا الا صالح. هذه ايش معناتها؟ معناتها مات غرق خذا البحر مثل ما خذا غيره خذا البحر مثل ما خذا غيره. لا تسويني بروحك يا مملولو ذكري الله وصليها للنبي. شوفي شلون صار وياك ذويتي. هدوني وين بتروحين؟ اقول لكم هدوني هدوني. يا الله ذكري الله بروح بدش البحر بنتظر صالح هناك بي يعود من ابليس الله يهداك ورد البيت. اقول لكم هدوني ردي معاني يا مطوع سهرناك مع الواد له الحزة. هاي واجب يا أبو زيد واجب. الحين ياخذ لدوة وإن شاء الله بيصير بخير. إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله. أزيدك عمي؟ بسك يا ولد أخوي وما قصرت. يلا عاد لا تأخر أبو عمر ترى عزمنا وانتظرنا على العشاء. ما يخالف يا عمي أنا بيك تعذرني. أفا وليش بعس ماشر؟ ما هنا شر يا عمي بس ابيك تعذر لي من العم ابو عمر ما يخالف. ايش لا اعتذر لك يا ولدي هو عازمك قدامي على العشاء. تبي الصج عاد عمي انا في بيني وبين ابو عمر صدت نفس وصدت نفس كبيره بعد. ليش؟ خير ان شاء الله يا ولدي. ابو عمر يا عمي مو بذاك التاجر اللي تعرفه انت واعرفه انا. وايد تغير. في ناس وايد في السوق متضايقه منه. تصور حتى في بعض التجار سلام ما يسلمون عليه. الله لهالدرجة؟ عاد شو مسوي فيهم؟ أنا أقول لك شو مسوي. تخيل عمي البضاعة اللي عنده خاشة مو راضي يطلعها ينطر لين تشح بالسوق وبعدين هو يرفع سعرها على كيفه. هذا شغل تجار؟ لا 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 عاد هذه أنا ما حقيتها من بعدين تظن يسوي فيني وأنا متعلمين من الكويت؟ لا لا أنا عديلة بعد؟ لا لا ما أظن يسويها. والله عاد شو أقول لك يا عمي عادي لك وانت بخص. زين يا ولدي انت مو جاي معاي؟ لا ما يخالف يا عمي عليك بالعافية عشان عادي لك. يا ابو عمر زين جاك زين زين تفضل. زاد فضلك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بالخير. حياك الله. تفضل تفضل. يلا يلا يا ساتر. اجل وين طلع؟ طلع انشغل شوي وقال اعتذر له. على راحته. تفضل اقلب اقلب. يلا
هذه سخونته زادت. الغريب يا الغريب. أنا سهيل، أنا سهيل. زين أنا بمشي أجيب لك الدختر. زين لا تشيل هذين على راسك. يا الغريب يا ان شاء الله ياخذك وتخلص منك. من وين طلع لي هذا الآفة؟ من وين خليت النوخ ده هلال ينشغل بيك وينساني؟ يا حديث والناس